في شيء بقى؟ هاني أنا سي سعيد. الحمد لله على كل حال، يعني أهم حاجة هو المستويات المشرفة اللي قدموها اللاعبين، لا على المستوى الكروي ولا على المستوى الأخلاقي، لأنه الأهداف كانت رياضية أكيد، ولكن كانت أيضا التسويق الصورة ديال الإنسان المغربي والشاب المغربي. وتنظن أن المجموعة رغم الصغر ديال السن ديالها مررت رسائل قوية على مستوى الانضباط، مستوى الروح الرياضية، مستوى تقبل الخسارة أيضا في المباراة النهائية اللي كانت صعبة عليهم من الناحية النفسية، ولكن تنظن أن المحصلة تتعبر على الصحوة الكبيرة اللي تيعرفها الوطن ديالنا، قيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والإمكانيات الهائلة اللي مرصودة، أيضا المجهود الكبير ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قيادة الرئيس ديالنا سي فوزي القجع. فتنظن أن المنظومة اليوم يعني في السكة الصحيح، يجب على ربما المتداخلين كلهم أنهم ينخرطوا، يعني سواء من تأطير، من أندية، من عصاب، من وسائل الإعلام أيضا، أنه الكل يعني يجر في اتجاه واحد، لأنه العجلة بدات تدور، ولكن ما خصناش نكتفي وخصنا نكابيتاليزي ونستغلوا هاد النتائج اللي كاينة. شفنا يعني ما أحدثته يعني المشاركة ديال المنتخب الوطني ديالنا يعني في مونديال قطر والدفعة الكبيرة اللي عطات، فنتمنى أن الجهود ما رالونتيش وتكمل إن شاء الله في هذا الاتجاه. كأس العالم المستقبل كأس العالم؟ والمستقبل القريب هو مشاركة ديال هاد الوليدات في كأس العالم، لأنه دائما التحديات ولا الأهداف معهم أنهم يلعبوا يعني أكبر عدد من البطولات المتاحة. الحمد لله هاد الجيل استطاع انه يلعب المباريات كامله في كل البطولات اللي شارك فيها، يعني تيوصل للمباراه النهائيه، وهذا هو الهدف في هذه المرحله التكوينيه، انهم يلعبوا مباريات في المستوى العالي. والمشاركه في كاس العالم غتكون في هذا الاطار، يعني تشريف الوطن اي نعم، ولكن ايضا استكمال التكوين ديالهم، لانه مباريات ايضا من نوعيه خاصه ومباريات مهمه لهم ان شاء الله. اول حاجه كنشكروا سيدنا الله ينصرو، كنشكروا السيد الرئيس على هذه التشجيعات هذه ديالهم، كنشكرهم بزاف المؤثرين ديالنا، والحمد لله حنا فرحانين بهذا الشيء اللي قدمنا، وان شاء الله كيتسنانا مازال الخير لقدام ان شاء الله. برافو عليك، برافو حميد، برافو حميد، خليك.